انطلقت في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة 20 من معرض التعليم الدولي الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. جامعات محلية وعالمية، مؤسسات دولية عريقة تواكب مستجدات العصر واحتياجات مجتمع العلم والمعرفة، كل هذا نجده هنا في معرض التعليم الدولي الذي حضره سعادة أحمد محمد عبيد النابودة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، حيث تعرفوا خلال جولتهم إلى ما يوفره المعرض من فرص كبيرة أمام طلبة المدارس. اليوم طبعاً مشاركين مع أجنحة، جناح الهند بشكل قوي، جناح أمريكا، جناح بريطانيا، هاي لها طبعا جامعات عريقة وقوية وموجودة في مكان واحد في إكسبو الشارقة. فندعو طبعا الطلاب والباحثين طبعا عن تخصصات جديدة أن يأتون لمعرض التعليم الدولي ويشوفون البرامج اللي هي ممكن يستفيدون منها فترة الجامعة أو فترة المعاهد أو حتى للتدريب، وأن يتعرفون على الجامعات الموجودة الكبيرة هنا. على مدار 4 أيام تشارك أكثر من 125 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية من أكثر من 20 دولة، حرصوا على التعريف بالبرامج والتخصصات والخدمات التي يقدمونها لمواكبة التحديات المستقبلية في بيئات العمل المتطورة. ترد استفسارات كثيرة من الطلبة عن شروط القبول، مواعيد التقديم، شو هي امتحانات القبول المطلوبة، فإحنا اليوم نرد على الطلبة عن هذه الاستفسارات. جديد جامعة الشارقة، نطرح السنة كلية السياسات، هذه كلية جديدة مطروحة عندنا في جامعة الشارقة، بالإضافة إلى عندنا برنامج جديد في كلية الهندسة اللي هي بكالوريوس الهندسة في الميكاترونكس والروبوتكس. نحاول نستقطب أكبر عدد ممكن من الطلاب، هني نقدم تجربتنا وكيف حياتنا في البحر وشو تعلمنا وكيف الدراسة في الأكاديمية. الحمد لله أقبال الزوار للحين كبير، ولاحظنا أن وايد طلاب مهتمين في المجال البحري، وايد مهتمين هم يعرفون كيف حياتنا في البحر وشو واجهنا. هناك منحة في الجامعة تطرح، منحة مدير الجامعة لعشر طلبة في الدولة متفوقين، طلبة متفوقين تمنح لهم هذه المنحة، منحة كاملة تشمل الدراسة وتشمل السكن أيضا. فيتم اختيار الطلبة طبعا من ضمن أعداد كبيرة من الطلبة اللي يتقدمون لهذه المنحة، ونحن ابتداء من أمس بدأنا نستقبل طلبات الالتحاق في الجامعة للعام الأكاديمي القادم، بالإضافة إلى برامج أكاديمية جديدة تم طرحها في كلية الهندسة وكلية إدارة الأعمال، بالإضافة إلى كلية الأداب والعلوم. طبعاً نحن نطرح برامج في أي شيء يخص الفنون الأدائية، مثل بكالوريوس في التمثيل، بكالوريوس فنون الإنتاج، بكالوريوس الموسيقى المسرحي، وكذلك هاي السنة طرحنا برنامج الماجستير في المسرح والعروض الحية. نحن اليوم متواجدين في هذا المعرض، كان عنده إقبال طبعاً من الجاليات مختلفة، من طلاب المدارس، وإحنا راح نفتح باب التسجيل إن شاء الله الأسبوع اللي قادم بتاريخ 15/10/2024. معرض التعليم الدولي رسخ مكانته كمنصة حيوية تدعم استدامة القطاع التعليمي وتوفر الفرص الأكاديمية المتنوعة للمجتمع في الدولة، لا سيما دوره في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الشارقة. معرض التعليم الدولي يجمع كبرى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية تحت سقف واحد، الأمر الذي يمكن الزوار من التفاعل معهم واستكشاف الفرص التعليمية المتاحة. لأخبار الدار، العنود الصوري من إكسبو الشارقة.